برضه لاستعداد الدفاع الجوي ومتابعه ازمه لقاء الزمالك وامبي وعدم وصول اتوبيس نادي الزمالك حتى الان نظرا لوجود عدد كبير من الجمهور خارج الاستاد. والناقد الرياضي الاستاذ بهاء الدروارلي بجريده التحرير. استاذ بهاء مساء الخير. مساء النور يا استاذ سيف. مساء الخير، ازي حضرتك؟ وممثل على كابتن مصطفى والاستاذ فتحي وكابتن ضريح. اهلا بيك. يعني طمنا او انقل لنا الاجواء اللي عندك. والله يا استاذ سيف دلوقتي الاجواء افضل من 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 شويه وافضل من الاول. دلوقتي في الجماهير ابتدت تدخل، الامن ابتدى دلوقتي يدخل بعض الجماهير. كانت الازمه كلها طبعا ان افراد الوايت نايت مش معاهم دعوات، عايزين يدخلوا من غير دعوات، فدي كانت المشكله اللي هي حصلت بين الامن وبين افراد الوايت نايت. تم على اثرها يعني محاوله لابعاد الامن للجماهير اللي كانت موجوده من خلال قنابل الغاز. بعد كده الامور ابتدت تتحسن شويه. في دلوقتي الجمهور بيدخل، بس كان في احتجاز لاتوبيس نادي الزمالك، اعتقد ان هو برضه هيدخل كمان شويه دلوقتي لان الامن ابتدى يدخل الجماهير. برضه النادي انبي مش ما نزلش برضه يسخن لان الزمالك لسه ما وصلش، فبرضه فريق انبي لسه مستني الزمالك عشان يسخن للمباراه. برضه في كلام يعني لحد دلوقتي مش عارفين هل المباراه هتبدا في ميعادها ولا ممكن تتاخر شويه، وهل الموضوع التاخير ده هيوصل لقد ايه، نص ساعه ولا ساعه ولا ايه الوقت؟ يعني اعتقد ان هو يعني صعب جدا لو الاتوبيس ما دخلش لحد دلوقتي، صعب اللقاء يبدا في ميعاده. يعني بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ بهاء الدرمالي من جريده التحرير. دي صوره قدامنا من اشتباكات النهارده او من الوضع اللي موجود من امام استاد الدفاع الجوي. زي ما انتم شايفينه ادي الوضع وادي الجمهور. هل ممكن كابتن سيف انا اسمح لي بس عشان اعلق على تكمله لكلامي انا شخصيا الشوط الاولاني كنت بتكلم عليه. يمكن انا جالي تليفون من احد الاصدقاء وانا باكد كلامه. يمكن احنا قصينا شويه على الالتراس او على الوايت نايت زي ما بيسموه، ان الناس دي ما خدتش تذاكر. من المسؤول عن انهم ما خدوش تذاكر؟ هل كل الوايت نايتس ما خدتش تذاكر ولا مجموعه خدت ولا مجموعه ما خدتش؟ لو مجموعه ما خد او لو كله ما خدش يبقى هنا في علامه استفهام كبيره جدا على اداره نادي الزمالك، انها المفروض هو ده الجمهور الاساسي بتاع نادي الزمالك. الا بعد حصل الصلح مع رئيس النادي والبتاع والدخله دي. لكن اذا كان ده ما حصلش، انا شايف ان احنا يعني من وجهه نظري الشخصيه صحيح اللي عملوه غلط، اللي عمله الوايت نايتس غلط، لكن ما كانش يبقى بالاسلوب ده. يبقى يتوقف يجيب الناس المسؤول بتاع الداخليه، والله احنا عايزين نشتري تذاكر، احنا عايزين ندخل بس عايزين تذاكر. هنا يتحمل المسؤوليه اداري نادي الزمالك لو الناس دي ما خدتش فعلا تذاكر، عشان ندي كل واحد حقه، ما نبقاش بنتجنى على الاولاد واحنا مش عارفين حاجه. احنا لكن احنا وزي ما بنقول دايما ان هم اللي عامل المشاكل دي كلها لا يتعدوا ال 20 واحد، واعتقد ان وزاره الداخليه عارفاهم. لو الناس دي هو اصلا اللي جوه دلوقتي بتاع لا اللي بيقود يا سيف اللي بيقود، انا بتكلم اللي جوه في المدرج 2000 2500 كله ولا الوقت ناس اللي جوه اللي موجود جوه في المدرجات كله. يعني لسه في 7000 ولسه يعني 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 هو مجلس اداره نادي الزمالك اكيد وزعها على جمهوره او وزعها على اعضائه ولا على جمهوره ولا على الوايت نايتس ده معروف ومعروف مين اللي بياخد. معقوله هيوزع 10000 على اعضائه؟ ما انا مش عارف، ما احنا عايزين نتاكد من المعلومه دي عشان ندي كل واحد حقه. لو الناس دي ما خدتش تذاكر، الوايت نايتس ما خدتش تذاكر، ده صوره من الجمهور. يعني لو الناس دي ما خدتش تذاكر يا سيف يبقى في هنا مشكله. لو الناس دي خدت او مجموعه خدت مثلا 5000 4000 6000 يبقى خلاص، يبقى نادي الزمالك بريء من هذه التهمه او من هذا الكلام. لان دول يعني احنا هو مين اللي كان ممنوع؟ احنا مانعين الجمهور اللي هو ولادنا دول او الناس اللي بيحبوا نادي الزمالك. انت حضرتك بتمنع المشاغب او المشاغب بالظبط. انا بتكلم على بالظبط كده. كابتن طارق شايف المشهد ازاي؟ يعني طبعا المشهد مؤسف جدا اللي حصل في استاد القاهره، واذا كان فعلا حصل حرق لعربيه من عربيات الشرطه، اقتحام بعض الولاد الوايت نايتس استاد الدفاع الجوي. بص برضو يعني برضو لقطات. بص حضرتك رايحين في اتوبيس عاملين ازاي؟ طبعا. بص حضرتك مثلا بتاع 500 واحد في اتوبيس بياخد 20. ده اول ماتش للزمالك يروح لجمهور. بص حضرتك حبهم للفنانين اول ماتش للزمالك بجمهور من 3 سنين او من سنتين.
لا ورايح وفرقته متصدرة الدوري وعنده بالزبط. أمل يعني رايح نفسه مفتوحة برضه. بالظبط برافو عليك، دي نقطة مهمة جدا. مفيش شك التصرف اللي حصل تصرف مرفوض، لكن أنا بتفق مع كابتن مصطفى في الجزئية اللي قالها، وجزئية مهمة جدا لازم نتك عليها يا سيف. إن لو الوايت نايتس كله اتحرم من التذاكر ده غلط. طبعا. يعني مقصود طبعًا. إن الوايت نايتس بالذات يتحرم من التذاكر ده مرفوض. إلا لو في مجموعة خالت ومجموعة ما خالتش، يبقى فعلا زمان كابتن مصطفى دي براءة، براءة الذئب من دب ابن يعقوب زي ما بيقولوا، يبقى ان مجلس اداره نادي الزمالك فعلا ناس فعلا طبقوا المساواه في 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 توزيع التذاكر، في ناس خدت وفي ناس ما خدتش، يبقى خلاص اوكي الناس دي تتعاقب. هو كده كده لازم تتعاقب على اللي حصل، لكن في تعنت من الاداره انها ما تديش للوايت نايتس بالذات تذاكر، احنا مش عايزين دي، مش عايزين نعمل مشاحنات. كابتن هيدي مين؟ ما هو لما هيجيب 10000 واحد منين؟ ما اعرفش بقى، انا ما تسالنيش انا. هو كابتن في واحد يقدر يجيب 10000 واحد؟ كابتن ممكن جدا، انت عندك في نادي الزمالك جمال عموميه كام؟ ده جمال عموميه تعدي. كابتن ما هو ده بيجي يقول ده بيجي يوم الانتخابات، والنادي الزمالك حضرتك فيه 10000 جوه قاعدين. يا كابتن في اكتر. على مدار اربع خمس ست ايام يا سيف التذاكر بتتباع، هيجي لك اكتر من 20 30 الف. بس لازم تعمل حساب الوايت نايتس. حتى كده يا طارق، حتى انا بقول لك كابتن انا ما اقدرش اجزم حساب جمهور النادي، انا ما اقدرش اجزم ان هناك تعمد بان ما يديش الوايت نايتس. ان انا زي لو ده حصل يبقى غلط، لو ده حصل يبقى غلط، يبقى فين لو ما حصلش يبقى فين، والناس تعاقب. لكن عموما انا بتفق مع كابتن مصطفى في رايه، وفعلا يعني لكن السلوك مرفوض. طبعا. سلوك انك تقتحم وتحرق عربيه شرطه والكلام ده مرفوض تمام، حتى لو انت معكش تذاكر، او حتى لو فيها كابتن تعنت انك ما تاخدش. بالظبط. الناس دي مالهاش ذنب، وانت بتعمل مشكله، فلازم نقول اللي لينا واللي علينا يا كابتن سيف. لكن المشهد بكل المقاييس اهو دخول الجمهور. المشهد من دخول الجمهور اهو. بالظبط. المشهد بكل المقاييس مؤسف مما حدث في استاد الدفاع الجوي، لان اللي بتشيل الليله في الاخر الداخليه. برافو. الداخليه انا عايز اقول حاجه، ونغى ناس دي غلابه بصراحه. عايز اقول حاجه مهمه بعد اذنك. اتفضل. بس قبل ما اقول عايز اشكر الكابتن طارق ياهي على صفقه الكباب اللي رمت عضمنا دي حضرتك لقطات على الهواء. ما انا بس قبل ما نشكر دي حاجه بس الاول نشكر عليها حضرتك، لازم صفقه الكباب اللي جابها لنا. بص يا كابتن هقول حاجه على حاجه، بس ياسر ما اداش فرصه. بص حضرتك هقول لك على حاجه، 100% ان اللي عاوز يدخل النهارده ويعمل مشاكل بيبقى عارف كويس قوي ان الاجواء هتساعده ان يفتعل مشكله. كويس. اللي حرق عربيه الشرطه ده ده عارف اجله المباراه ربع ساعه، ده عارف كويس قوي، ده عارف كويس قوي ان هتحصل مشكله، وبالتالي هيبقى عنده مبرر ان هو يسوق في وسط هيصه وزنبليطه ويعمل هذا الشغب اللي موجود. اي انه يعني لو كانت الامور اديرت بشكل يسمح بان انت تحمي نفسك من ان اي حد عارف ان هتحصل مشكله. يعني اللي حرق العربيه دي ممكن يكون واحد التراساوي، او واحد يعني دخل في الدوكه، او واحد انتهزها فرصه، او واحد قابض زي الكابتن مصطفى. الجو ده بيسمح بان يحصل ده، وبالتالي المفروض ان الناس تتعلم النهارده من اللي حصل اذا كنا عايزين الجمهوريه يرجع. 100% حصل خطا في توزيع التذاكر، ده رقم واحد. نمره اتنين انه ما حصلش يعني قراءه للموقف قبل ما نخش في الزيطه والزنبليطه دي، ما حصلش. جمهور 10000 وزع اضرب فلسع، لكن ما قريناش المشهد انه ممكن تحصل ناس عايزه تخش ولم تقتنع انها مش هتخش، سواء لقلة التذاكر او لعدد محدود من التذاكر، او لانه مش كل الارتس هيخش. احنا ماشيين كده هبولي. وبالتالي تحذير وزارة الداخلية في محله، ولكن لا اعتقد انه هذا المشهد او هذا الموقف سيجعل وزارة الداخلية او الدولة او الحكومة تتراجع عن استمرار دخول الجمهور الجميل اللي احنا شفناه دلوقتي، لمجرد ان في حصل خطأ في ترتيب امور دخول الجمهور، او في عدم التعامل مع الموقف بالشكل اللي يديه خطوه للامام مش 10 خطوات، او في عدم توزيع التذاكر بمساواه، وعدم توزيعها بمساواه. هو اللي ادى واضح ان بين الشوطين
حصل اتصالات كبيرة جدا لان وجهات النظر يعني اتغيرت بشكل كبير جدا في موضوع يعني في موضوع الجمهور. في معلومة وصلت. لا 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 موقفي. لا 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 ان في بعض الناس هو وضح الصورة كابتن مصطفى. لا بس انا قلت لك قبل الحادثة في اول جملتين انه بالتأكيد ما ينفعش ان انا الالتراس ما يدخلوش. انا قلت كده بس طبعا كل واحد ما بياكل الكفته ممكن الناس تنسى. بس مش الكفته قلت غلط انه الالتراس ما يدخلش وقلنا ان احنا لنا مواقف ضدهم. لكن الشطاره ان انت ما تصعدش امور مع شباب تدي له فرصه ان هو الامور يعني تزداد تعقيدا. انا قلت كده. فهو مش تغيير موقف, هو اكتشاف انه من قراءه الموقف انه في حاجه في توزيع التذاكر مش مظبوطه. لازم يبقى في اهليه لتوزيع التذاكر حضرتك. اداره الزمالك قالت لك هنعمل وضع عشان الناس تخش, عايزين نوزع من خلال نظام كانوا عاملينه. يبدو انه ما اتعملش. لكن لابد من البحث عن هذا المجرم اللي يكون حرق عربيه البوليس, لان ده بقول لك وجد الفرصه امامه ان هو يمارس دور في توقيت في منتهى الخطوره. يعني